السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في احسن صحه واسعد حال. كتير منكم بيشكي من شكاوي كتير مش عارف لها سبب واضح: بياض في اللسان، اجهاد، ارهاق، عدم قدره على النوم، وجع في جميع انحاء الجسم وما الى ذلك. يروح يكشف ويعمل تحاليل ويطلع ما عندوش حاجه، وهو في الحقيقه عنده حاجه، عنده مشكله. وفي الغالب هذه المشكله بتكون نقص في المعادن والفيتامينات او عدم اتباع اسلوب حياه صحي. وعشان كده انا جايب لكم الفيديو ده فيه خمس علامات او خمس حاجات ممكن الواحد وهو بيبص في المراية يشوفهم، ومن خلالها يعرف ان عنده نقص في بعض هذه الفيتامينات او المعادن. خلينا نشوف كده الفيديو واياك يكون مفيد ليكم. ازاي تعرف ان في عندك نقص في الفيتامينات والمعادن؟ جمعت لك هنا خمس علامات او خمس اعراض يدلوا على ان في نقص في الفيتامينات والمعادن في جسمك. والأعراض كلها والعلامات من أجل حظك الحلو إنها بتظهر في الوجه، يعني مش عايز لا تعمل تحليل ولا تكشف عند دكتور. كل اللي مطلوب منك تعمله بس بص في المراية وإنت ممكن تلاحظ هذه الأعراض. فإيه هي بقى هذه الأعراض الخمسة التي تدل على نقص الفيتامينات في جسمك؟ أول علامة هي شحوب البشرة، يعني جلدك لونه يفتح أو يبقى شاحب شوية، يبقى لونك مخطوف زي ما بنقول بالبلدي. شحوب الوجه يدل على إيه؟ يدل على نقص فيتامين مهم جدا وهو فيتامين B12. هي كل فيتامينات مهمة وخصوصا فيتامينات ب، بس بالنسبة لشحوب الوجه بيبقى مربوط أكتر بنقص فيتامين B12. إيه سبب الشحوب أو بهتان لون البشرة في هذه الحالة؟ معروف إن فيتامين B12 مهم جدا لتكوين كرات الدم الحمراء وصحتها، فنقصه ربما يؤدي إلى نقص في تكوين كرات الدم الحمراء وربما تكسرها إلى حد ما. طب تكسر أو تكسير كرات الدم الحمراء ده بينتج عنه إيه؟ بينتج عنه مادة اسمها مادة الصفرة بيليروبين. مادة الصفرة ديت بتترسب في الجلد وهي مادة صفراء حسب ما اسمها بيدل عليها. فاللون الأصفر بيدي شحوب للبشرة عند الواحد. في علامات وأعراض أخرى بتبقى مع شحوب اللون البشرة. إيه هي؟ الإرهاق، الإحساس بالإرهاق والتعب بسرعة، والدوخة، والذاكرة، ضعف الذاكرة أو عدم القدرة على التذكر كما كان الحال قبل نقص هذا الفيتامين. طب الحل إيه؟ الحل بسيط، انك انت تزود شوية الاكل بتاعك، تزود فيه اللحمة الحمراء والمأكولات البحرية. العرض او العلامة التانية ايه هي؟ انتفاخ العينين، بوفي ايز، يعني العينين منفخة ومورمة. دي علامة رقم 2 او العرض رقم 2. طب سبب التنفخ ده أو الانتفاخ أو التورم حوالين العين إيه؟ غالبا بيكون نقص مادة الأيودين. وهناك علامات أخرى لنقص الأيودين وهي الدوخة والجلد الجاف والإرهاق بسرعة. والحل في هذه الحالة إنك تعوض نقص الأيودين، ومن السهل جدا بإنك أنت بتخلف أكلك شوية أيودايزد سولت، الملح اللي فيه أيودين موجود في السوق حاليا كتير، ومأكولات البحرية. المأكولات البحرية كلها كويسة وخصوصا الجمبري، الشريمز والطحالب، وبالإضافة لكده منتجات الألبان والخبز، كل دول غنيين بمادة الأيودين. العلامة أو العرض الثالث وهو شحوب الشفايف. تبص تلاقي شفايفك كده بدل ما هي عادة كده موردة وفيها حيوية تلاقيها بقت أصبحت باهتة ودبلانة.
وفي حاجات تانية بتؤدي إلى نفس هذا العرض وهي ضغط الدم المنخفض. يعني مش بس نقص الحديد، لا كمان الضغط لما يكون منخفض الواحد ممكن يلاقي شفايفه بقت دبلانة وبهتة وعنده شحوب بصفة عامة. طب ده سببه، وسببه هو نقص الدم اللي واصل للشفايف وللجلد، لأن الحديد معروف إنه عنصر هام جدا لتكوين كرات الدم الحمراء. والعلاج سهل جدا برضو، زود كمية الحديد، عنصر الحديد في الأكل، بأن الواحد يأكل اللحوم الحمراء والبيض والكبد، كبد المعروف كبد الحيوان أو أي نوع من الكبد والفراخ. العرض الرابع وهو اللثة النازفة، يعني تلاقي في نزيف بينزل من اللثة عندك لما تيجي تفرش أسنانك، ونزيف اللثة مؤشر قوي على نقص في فيتامين جيم، فيتامين سي، ونقص هذا المعدن الهام يؤدي إلى نقص في المناعة ونزيف في اللثة وأوجاع عامة في الجسم. وكلنا نعرف ازاي نعوض النقص في فيتامين سي، لان في حاجات كتيرة جدا حوالينا غنية بالفيتامين سي، اهمها الليمون والبرتقال وحتى الفلفل الاحمر والكروم والمانجا، الفاكهة والخضرات بصفة عامة، المانجا والكيوي والبطيخ، كل دول غني مصادر غنية بفيتامين سي. العلامة الخامسة والاخيرة اللي هنذكرها هنا هو جفاف الشعر، وده بيبقى علامة لنقص فيتامين مهم برضو، هو فيتامين B7 واسمه بايوتين. ونقص فيتامين B7 غالبا بيكون نتيجة استخدام المضادات الحيوية اللي بتأثر على انتاج هذا الفيتامين عن طريق الميكروبات اللي عايشة داخل جهازنا الهضمي. والحل لعلاج نقص الفيتامين B7 ان الواحد ياكل اسماك وياكل لحوم ويكتر من الخضروات والفاكهه، وفي المشروم حاليا برضو من الحاجات المهمه. والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.